اسمع ما ستقوله للرشيد، فهو قلق عليك ويريد أن يعرف لماذا حاولت تلك الجارية قتلك، فقد أخذ الأمر منحا آخرا. وأين هي تلك الجارية؟ لقد هلكت وهي تحاول الهرب عبر النهر. مولاي، مولاي ابقى حيث أنت يا جعفر، ألم أقل إنني أريد أن أكون أول ما يرى جعفر عندما يصحو؟ أجل يا مولاي أجل، لقد استيقظ للتو. ما الذي كانت تريده مني الجارية يا جعفر؟ أم كنت أنت المقصود؟ هو يا مولاي. يحيى! قل يا جعفر، قل يا جعفر أسمعك. لا أدري، لا أدري، ها يا أبا الفضل، ها هو جعفر لا يدري. من الذي يدري إذن؟ إن كنت أنا المقصود من وراء كل هذا، فمن يريد الخلاص مني؟ ها؟ هذا ما أريد أن أعرفه، من وراء هذه الجارية؟ جعفر، من وراء هذه الجارية؟ جعفر، جعفر، فاضل. مولاي، استدع الطبيب حالا. أمرك مولاي. ليث، أمر مولاي. ابقى هنا حتى تشرف على خدمة جعفر بنفسك. سأكون أنا أول من يكلمه عندما يصحو، فهمت ذلك يا ليث؟